سعيد، لقاء ممتع لأنه بيبين لك فرحة، فرحة أعضاء الجمعية العمومية، فرحة إقرار لائحته الخاصة، فخر بوجوده كعضو في النادي الأهلي، مشجع النادي الأهلي. النادي الأهلي السنة دي بطاقة أهلاوي أختخر، دي الاسم، البطاقة نفسه بيحمل معاني كثيرة، يعني اسم البطاقة نفسه بيبرر قد إيه جمهور النادي الأهلي أهلاوي وأفتخر قيمة ومعنى النادي الاهلي حتى في بطاقه الحضور للمباريات. والنادي الاهلي دايما سباق، احنا بنتكلم على بطاقه حضور للمباريات، بنتكلم على انجلترا سيزن تيكت، دلوقتي في المانيا، في اوروبا كلها بتعملها، واول نادي في الشرق الاوسط مش بس في مصر بيعملها هو النادي الاهلي. قيس ترمومتر تقدم الرياضه المصريه على النادي الاهلي، النادي الاهلي يسبق المؤسسات في هذه الامور وفي التقدم في كره القدم، في الرياضات الاخرى، في كل شيء. سياده اللواء.